يونس احميني، كنشكركم على هذه المبادره هذه اللي وقفتوا معنا فيها. وبالنسبه لهذه المنطقه هذه ديالنا، راه منطقه زوينه فلاحيه. وبالنسبه للتيران اللي دار هنا رئيس الجامعه، راه ماشي في المحل ديالو، يعني خصو يدير لهم ملعب ديال القرب في البلاصه اللي تكون ملائمه للدراري ديال القبيله. وبالنسبه للارض ديالنا راه درات بزاف، درات بزاف، ورئيس الجامعه خصو يزيد القدام، يعني يزيد بالبلاد القدام، ما يزيدش بها اللور. ودابا حاليا راه رجع بها اللور، ما زادش بها القدام، وحنا راه مضرين بزاف وتكرفسنا بزاف. وراه العم ديالي راه شكى عليكم وقال لكم الضرر ديالو، والله يهدي ما خلق، هادشي اللي نقول.